الإصابات السريعة للقلب، هذا هو الموضوع ديالنا من خلال فقرة الصحة. معي عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم مرزوق، أخصائي في أمراض القلب والشرايين بالرباط. صباح النور دكتور عبد الحكيم. صباح الخير مستمعين، صباح الوقت. نعم. تصبحتي أستاذ، لاباس عليك؟ الحمد لله، يوم مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذا الموضوع ديال ضربات سريعة القلب الكثير اللي بدينا كنسمعوا على هذا النوع ديال الأمراض ديال القلب كثير بزاف. بداية التعريف لهذه الضربات السريعة للقلب. ألو، ضربات القلب بعدا هما ما كيفاش نعبروهم بعدا. دونك ضربات القلب سهلة، كيفاش كناخذوا يدنا على يد البواني داكور في اليد، وكنبداو نحسبوا بداك السوية ديالنا على التيستر، كنلقاو داك المعدل. هذاك هو ضربات القلب اللي غادي تكون كتختلف على حسب السن. نهضروا حنا غير على الانسان البلادول البالغ لي موست البالغ. وهي الى اعطينا ضربات القلب وهي ما تفوتش ما بين 60 حتى 100، الى فاتت على 100 كتولي سريعه، كنهضروا على سريعه. اذا الضربات العاديه من 60 حتى 100، من 60 على 100 الانسان اللي عنده اكثر من 50. وضربات القلب إذا بغينا عاود نعبروا في واحد الموضوع اخر اللي نقدروا نوصلوا لهم في واحد الجهد، واحد الحساب ديالنا حنا في وسط القلب والشرايين كنديروا 220 ناقص سن الانسان، هو كتعطينا واحد ضربات القلب اللي ما خصناش نتعداوه. كنتعداو كيوليو كنديروا اوفر شي حاجه زائده على التعب ديالنا. نعم. وضربات القلب هما كيختلفوا على حسب فين غادي يكون، اما تحت البطين ولا فوق البطين، على حسب هما انواع كثيره. حنا ما غاديش نطرقوا على هذا الجانب اختصاص القلب والشرايين. غادي نعطيو باجمال اللي كتكون مرتفعه بطريقه سريعه كيحس الانسان بعض اعراض اللي يمكننا نطرقوا عليهم. قبل الاعراض، واش ممكن نعرفوا الاسباب اللي ممكن تعطينا الضربات السريعه للقلب؟ الور نقول لك اسباب جد نقولوا كثيره. نعم. الو، اذا بدينا ناخذوا بعض الانسان غير بعض الادويه، كانوا ديك الادويه المنشطه اللي كيتعملوا بعض الحين حتى فيهم حتى داك المشروبات الحراريه اللي كياخذوا، ولا بعض الانسان داك اللي كيبغيو يربيوا العضلات، كاين الشعور بحاله الخوف والقلق والعصب. يعني اذا خدينا غير القلق والخوف والعصب كنجبدوا مجموعه الاسباب اللي هي غالبا هي اللي كتكون بعد القيام بعدك داك المجهودات البدنيه اللي كيدير شي اوفر شي تعب كثير. وبعض الاحيان كتكون اما داك التناول بعض الادويه اللي كتطلع ضربات القلب. بعض الاخطار مشكل القلب نفسه، اما مشكل الشرايين، اما مشكل تاع الصمامات، جميع الاعضاء الممتله للقلب. بعض الاحيان كتكون هي سبب. هادو الاسباب ديالها. وبما ننساوش بعض الاحيان الانيميا، الناس اللي عندهم فقر الدم. بعض الاحيان هي كتكون نسبه البوتاسيوم ناقصه، ولا نسبه السكري ناقص، ولا داك السوائل الجاف الماء ناقص شويه من الجسم ديالنا. وما ننساوش التدخين وجميع المشروبات اللي كتستعطي، اللي فيها الكافيين مثل الشاي والقهوه وكثره التدخين. نعم. الور ما غاديش ننساو الغده الدرقيه، لحقاش مجموعه الامراض اللي كتعطينا الانيميا، كنلقاو امراض اللي كتعطينا ضربات القلب السريعه. نعم. هادو خليناهم في الاختصاص، مي غالبا كتكون ضربات ناتجه على شي حوايج اللي ما كتستوعبش واحد علاج ولا نقولوا مكلف. نعم. وهي كثيره الاسباب. اذا الاسباب كثيره، فقط بعض الاسباب قلنا الادويه المنشطه ممكن تعطينا هذه الضربات السريعه، القلق، الخوف، التعب، المشكل ديال القلب حد ذاته حتى هو. داك هادو نعم عرفتي. وبعد خاص كتزيد بعض غير تناول شي اكل، كنقولوا كتجي بعض الاحيان بعد تناول الاكل، الناس بزاف كيتشكاو بعد ما كليت طلعوا الضربات. اذا كان شي أطعمة دسمة إلى آخره، كتعطي بعض الأحيان هذه الضربات. طيب الأعراض ديال ضربات القلب السريعة أستاذ؟ ألور ملي كنقولوا أعراض هي بعد شعور بعض دقات القلب السريعة. وبعد خاطر كيشعروا بعض دقات حتى بألم، إما نخصها شي صغيرة، إما كل إنسان كيفاش كيعبر عليها وكيختلفوا ذاك الألم في الصدر تاع الجهاز. وبعد خاطر اضطرابات التنفس. وعاد كيكونوا بعض أخرى كتجي حتى بعض خطرات دوخه ولا اغماء ولا
في حالات الله يستر كيكونوا جد سريعه اللي كتمشي حتى الاغماء. وبعد خاصه كيعطيك بعض الاحيان الام في الراس. نعم. دونك اعراض كتختلف على حسب عاود الامراض اللي كتنتج عندها هذه الضربات المصاحبه. نعم. بروفيسور واش عندها علاج ام لا؟ الو اولا بعد الراحه والعلاج هو نجتنبوا هذه الامور اللي كانت ممكن تعطينا الضربات السريعه الطبيعيه داكور هذو اللي خصنا نحيدوهم الى نقصوا منهم ولكن السبب اللي كيكون سبب عضوي اللي كيكون لحقاش قلنا ضربات القلب هما انواع نعم اللي كتطلب بعض الاحيان ادويه واللي كتمشي بعض الفترات اللي خصنا نديروا بعض الفحوصات اللي غادي تبينا فيها تحاليل الدم فيها التخطيط تاع 24 ساعه تاع الضربات ولا كنشوفوا بعض الاحيان كاين اختصاصيين اللي كيتكلفوا غير ملي كنلقاو شي مشكل اللي فيه خصنا نمشيو حتى البحث على اسباب داك الشحنه الكهربائيه اللي كتعطي داك الدقات اللي كنمشيو كيكون بها علاج اخر لمستوى اخر ما نهضروش عليه باش ما ندخلوش البلد مي كيكونوا علاجات مختلفه على حسب الحاله وعلى حسب النوع الضربات السريعه اللي حقاش كاينين تشخيصات ان غادي يكونوا اوريكولار فونتيكولار سيبا بزاف بالفرنساويه ولكن بالعربيه هما على تحت البطين ولا فوق البطين على حسب حتى النسبه فين كيوصلوا ضربات القلب. اذا اخطر الضربات السريعه استاذ نعم لا اخطر الضربات السريعه فين ممكن يكون ناقص خطر جدي فعلا هنا خصنا نقولوا تشخيص مع امراض ملي كنعطي لك داك الاعراض المصاحبه ملي كنديروا التخطيط وكنلقاو لان ضربات سريعه اللي كتسوعب ادويه ولا بعض الخطرات كيكونوا شحنات الكهرباء هادو حالات خطيره اللي كيمشيو بادويه مزمنه مع احتفاظ دائما بالراحه والقلق والعصاب والمنشطات داكشي كلشي اللي تناولناه في السبب الاولى مي ما كاينش الخطوره الحمد لله غير خصها يكون داك الاعراض خصنا ننتجهو اما قرب طبيب مختص في اللي انا ولا المصحه ولا السبيطار فين كاينين اطباء القلب اللي كيشخصوا في ذاك الحين وكتكون الادويه مصاحبه مع الحاله. نعم. نصيحتك للساده المستمعين استاذ؟ الور الى قلنا جميع الاسباب كتكون اكثرها طبيعيه ما كتطلبش بزاف الا وقائيا قلنا كثره الماء كثره التدخين هذا الشيء كاع اللي هو منشط نجتنبوا نقصوا منه قهوه اتاي بالراحه وهذا الموضوع تاع القلق ولا ستريس ولا كل شيء كيهضر على هذا الموضوع في العالم دابا الحاضر هو مرض العصر مرض العصر كتصاحب هذا وبعض الاحيان راه كتكون جد غير بعض التحليلات كتبين فقر الدم ولا الذره ولا الغده الدرقيه ولا بعض الاحيان غير ارهاق دائما ننتبهوا ملي كيكون شي اعراض ننتبهوا لهم ولكن ما نفوتوش ذاك النسبه الانسان اللي كيدير رياضه ولا كيدير شي حوايج ملي يوصل بشي اعراض خصوص هو كيدير كيمارس رياضه ولا حركه ويحس بشي اعراض يحبس بعدا الراحه فهي نوع من العلاج في هذه الاعراض كلهم ونشوف اقرب طبيب اختصاصي في هذا الاتجاه باش نعرفوا السبب ديال ديك الضربات السريعه نعم. وبالتالي العلاج ديالها العلاج نعم استاذ عبد الحكيم مرزوق اخصائي في امراض القلب والشرايين بالرباط كنشكرك جزيل الشكر على قبول دعوه البرنامج عفوا.